يعني وين انت من العصر غايب رايح رايح ازرق ذي قال بنحطنا لوكيشن جديد. ها ها خلاص البث علينا الحين. راحوا والله هجعه هجعه ما مش بعد جاي البث. خلاص خلونا خلاص ايوه. وش كانت المحاور؟ انا خليت لي غطه المراكز. ايوه من استدعوا المراكز والمراكز من استدعوا جاك عليا اسلم قال بيوتهم تباع. اسلم اللي بينافسني بيته خليه يبيعه. الحمد لله من بيتي قرض عقاري ما اقدر ابيعه. والطوال يقول خلي مواتركم تباع بعد. سيارات سيارات تباع. سيارات بعضنا بايعين سيارته قبل بعضنا سيارات بايعين قبل يدخل القناه. ايوه قال هذا العلومهم وتصاريح ايش هذا الاثنين اللي صرحوا ايش اللي حط الله يوفقنا وياهم. بكره بعد بكره والمراكز يبي لهم اثنين بعد والمراكز بياخذون هذرين انت شفت وراح للاخر دون هذه خيره اكيد انت شفت اما نواف الروقي ما طلبه لا ما صرحت يا نواف. السلام عليكم. سلام الله. على خشوي عليها الطيب لو سمحت عليان لا لا كلنا تعالوا يا عليان شباب اللي يسمع صوت نواف نواف نادي احد الشباب الموجودين هنا ما فيها وعدنا قريب يا عليا لا ما حد وعد السبت بغى ثلاث ايام ما عاد الا ثلاث ايام كلهم رقود رقود خلهم خلهم لا لا هنا سلطان اللي يبي حافظ العلم هنا سلطان طلع حمام من حلوه ما فيها انت وين رايح؟ ما شاء الله ما شاء الله اللي صرح علي انا واطوار هذا يقول ابيعهم بيوتهم وضل يقول ابيعهم مواترهم شيء 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 صريح من ناحيه ايش قال؟ عندي كلمه بسيطه صرحت مع الربع اليوم ولا ما صرحت؟ لا لا انا ما اصرح ها؟ ما اصرح انا الجواب ها؟ انت من اللي يقول جاوبه ما تراه لا ما لا تسمع؟ ها؟ صير هنا ظهير ايسر. شباب احنا اليوم بزنس كم؟ 93 93 انا في يوم ثلاثه غنيت لي موال وقلت ان شاء الله اني اغنيه راح بيوم 93 بعد مرور ثلاث شهور. يا سلام فاللهم لك الحمد ونسال الله التمام والتوفيق.
يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لهذا وغيري يا صون الراك مثل روحة ثلاث أيام راحت روح ثلاث شهور مثل روحة ثلاث أيام راحت روح ثلاث شهور ليالينا بدت تمشي وتسحب نفسها بالدور وترى الرابح هو اللي يصال بصوت أهل الجمهور لأهل بلا وغيري شوية يا غصون الرأي سلامتكم وعطيكم الصلاة أعتذر وأشكركم اسمع الرد شلاهش وملاهش وسوالف ما لها مدلول وانا لا وانا يا ابن حي الليله اصرح بالفعل والقول الله الله لو ايه وانا لا غر ايه عارفها شلحت هلا راحت قال لا كان ايه لا كان الصبح يا الاجواء ودي ابعد اسمع فول ولا هبت او غربي اما العنصر كيف فيها اليوم وبكره جل هلا خلصت من الحين خلصت يا ولد الله يعينك ايش في شغلك لازم يشوفك هذا اللي مسويته احلام اشتقت لك يا بعد حيي يقول اشتقت لك يا بعد حيي وحياني لا يا بعد تلبيات البيض لا لبا اشتقت لك شوق معبره بلساني شوقني يخلي ضلوع القلب اشتبن عليك اللي تواصلني وتجفاني ويمك هباهيب شوقي كل ما هبن يا مهرة تنسنها من خيل ابن ثاني صفرة تسمن بطون الخيل لا قبن قالت تكفى بطلبك على شاني يبي بيتين منك كانك تحبن قلت ابشري لو بغيتي كل ديواني لا يا بعد كل من هبن ودبر انت هنا مسكنك في وسط شرياني ولا السج تعرفين انزب ما في شرياني يعني اسمع تعال هلا هي مثلا احنا السبت يا سلام انت عادل هيف يلا انت وازع هلا عادل هيف اي هلا هي الاول الثاني لا فارس النسخه نجم الجمهور بالوقت تعلم لا نجم الجمهور قلت نجم الجمهور فارس لا نجم الجمهور انت الاول ولا الثاني لا ما اجي قدامك انا طالبك لا طالبك انا ما اجي قدامك لا والله كلها نجم الجمهور صار عادي لا بس انت خذ فيها شيء ها فيها شيء لا بس انا باك الاول ما باك الثاني اصلا بسوي لكم تسليف تعادل هيك تم على خش تعال تكبر ولا ابيك تسوي حركات يا ابو تعرف انت اعطوني الكاميرا هذه اعطوني كاميرتي اعطوني كاميرتي عطنا واعطيها عطنا الكاميرا يا ياسر عطنا الكاميرا اسمع احنا ايه احنا قلنا اعلن ما قلنا صوره شخصيه اسمع لا بسولف مثلهم اسمع ايه عطونا الكاميرا هذه ها شلون بتاع الرجال يقول انا مواجد من الكويت عطنا يلا الكاميرا هذه اعتبرها جات شو ما جات السلام عليكم اعزائي المشاهدين في كل مكان وفي كل زمان ومن خلف شاشات قناة الواقع الفضائية اليوم الساعة 10:00 في توقيت قرية البزنس 3 أو بالأخص مزرعة الحسين متوج هؤلاء الأبطال أبطال نسخة البزنس 3 في هذا البرنامج البطل الأول فارس النسخة والبطل الأول أيضا نجم الجمهور في هذا البرنامج كل منهم اجتهد للوصول إلى هذا النهائي أو إلى هذا الستيج اليوم معنا المتسابقين الإيان بن متعب الذيابي واز آل هشال آل عاطف آل قحطاني فنشوف الأصابع ارتفعت من الآن الأول ايش تصريحك يا الإيان على الصدام أطلق شنب على الصدام ها ما رأيه المنافسة؟ ما راح تشوف ما شاء الله عليك ان شاء الله انك تقول وطول يا ابو اقول وطول تخبرني ان شاء الله قد قلت ولا طلت
90 يوم تعرف مين نشوف بعد شوية. لا يلا اسمع عشان نقول تعرف ايش به. وش تصريحك يا ابو ناصر؟ انا البهار ماني حاجة. لا وش تصريحك؟ وش تصريحه؟ السبحة توترني. ليه ضايقك يا ابو هيث؟ توترني كلهم على صدام. وتوتر عشان ياخذها. كلهم على صدام. كلهم على صدام؟ كلهم على صدام. كل منافسينك؟ كل منافسيني على صدام. حتى محمد الطوالة؟ حتى محمد الطوالة. على صدام؟ على صدام. وانت يا ابو وش انا؟ منافسينك منهم فارس النسخة؟ انا منافسيني واجد. تدري ايش ضحكت؟ مو هم واجد. تدري ايش ضحكت؟ 12 رجال. 12 رجال. كل رجال عن 100 رجال. كفو! اسال حضرتك. مو كلهم منافسين على فارس النسخة. علم. منو منافسينك الاساسيين يا ابو؟ منافسيني اللي صرحوا محمد بن ملحم. ايش؟ انس. محمد الاسدي. محمد لا محمد الاسدي. نجم الجمهور. لا فارس النسخة. والله. هم المسجد كلهم له سالفه. تصريح بدخل الجدار مع السيدين انس. لا لا مع السيدين اخذ العلم عندي. مع السيدين يلا. انس بن ملحم. سلطان الدويحي. سلطان الدويحي. ومحمد سجل عندك محمد الاسدي منافس قوي. لو يجون 20 لو يجون 20 ينافس. والاول يجون. لو خليهم وراي. امشي الاول لي معروف. وش قلت وش قلت كلمتك؟ تبي تبيعهم بيوتهم؟ بيح بيوتهم. يبي يسكنوا في خيمه عمود. اللي بينافسني بيتعب. بيتعب من الان بيتعب. اللي بينافسني بيتعب. حلو. انا ما جيت هنا حي الله ابا علمك يا رجال انا ما جيت من ساحه تمشي هذه الاول سجلها الساحه مش مشي يا حبيبي خلني بعلمك يا فكي انت وخي خلني اتكلم مع الرجال اسمع دقيقه ولد اسمع شرحي تعال وقف هنا شمبل 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 ترى قاعد فوق راسي اعطيتك اياه رسي جنبا احمل ختامي تقول له جنبا الله يجنبك يا امير اسمع اسمع يلا اعلن انت خلاص فارس النسخة في هذا البرنامج فارش يا يا فارش النسخة يا فارش تعال شوف شوف يلا كيف تدعي العبي فارش والله جم وما انا لاب ولا تحدانا طرفكم لا لا اي اي عليان تعال يلا عليان طبعا عليان لا موجود موجود طبعا قاعد اقدم انسحب مدري هو ما يقدرني عليان انت ما تقدرني يا منك من هنا شوف اطلعوا اطلعوا منها اطلعوا اطلعوا منها اطلعوا شوي دقيقه ما له بوجه علي يعني انا بيني وبينه ها طلعوا منها اطلعوا منها مره مره انت تدري وش غلاك عندي ايه ها تدري انت ما احتاج اعلمك ايه تدري صح ايه فلا تمبا تمبا لا تقيس لا تقيس غلاك عندي يلا وقف خلنا اعلم لا سمحت ادري حتى انا زعلان انا احبك يا ابو متى اي خلاص الحين استمر انت احبك ايش كذا غرت تعال يا لحد يا اخوي احنا يا ولد طب قول لي شغله دقت لي لا بالله لا تشغل عدلي قلت معي عدلي يلا قفلت معي خلاص فارس النسخه عليها متعب نجم الجمهور واز فارس النسخه عليها كان حال واز على هالشال قال وش اللي قال احنا قلنا يقول اشوف الجبل مركاي والارض ذوليه نواميس وامجاد وبطولات باستمرار نبقى كباريه كباريه ونبقى كباريه لا يجي غبار عشان ما نجم الجمهور الاول المتوج في هذا البرنامج شمال الطواله قهو تستاهل ما طرفني قهو شوف تعال انا بس حق الريلك عندي زين حق الريلك عندي ايه سؤال حق الريلك خل وجهي راتوك من ياخذها راتوك ما اعرفه سلطان ياخذ سعود سعود اخوك هذا شنو اخوي شنو اخوي ما انا شايف خبرته برا في الديره في الديره موجود ايه ابين عنكم بطريقته الخاصه يمكن يجيبوا لي مقدم يمكن لعل ولا عشر على الاصل هذه موجود ما اتوقع بس يلا هلا هاي
ايش البوسه بال توتا ارفع الطاقيه ارفع الخباك الاخضر هذا هل انا ارتب لك يا ليان شلهي صار ها اضربك شيء ها صار ليان 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 صاير معك نفس سالفتنا وش اللي تناقش عليه دايم والله شنو يقول صاير معك يا مجيد اي ما خربان خلاص بقى 6 ايام بس ست ايام يا تشد من الزمن خلك اخوي خل انت بالضبط كان باقي على الرجعة 6 ايام يا شباب ادري الخميس يا صار ولا تصل الجمعة يا ولد الله يمسيكم بالخير يا الربع اوصل احنا بالخير ابشركم راحت هذه شهور ما ادري كيف راحت خلص انت قال عدل عيال عدل لمتى خلاص عدل النهاية ريت ريت وقف جنب بعض اسلم الجبل نعطيها كذا اليوم راح نعلن عن الفائز في الريالتي ايه فوز الريالتي كيف يعني؟ توقعاتكم يا شباب هلا توقعاتكم انا نجم الريالتي يا ولد الصوت الجمهور الصوت يا جمهور بالله يا ربعي تكفون تكفون يا ربع افواجي افواجي انت الموضوع خل الرجال يعني منين هالفقره والخلاص خلاص انت انت امر محمد اطواله يا ولد اصبر يا اصبر خلاص بوش على هشام يلا يا اخو اخلص علي عشان ارفع الفايز يلا ترفع الفايز ها توقعاتك يا وازن خليك شوي توقعاتك يا انس ماشي تصرح يعني تقول الاول لي حلو حلو جوك نرجع الوازن ونخليه الطواله كذا عاد هي بسيف نرجع ونخليه بغيت اخذ بالعقال ابراهيم علي يوم سبيت اسمع الطوالة هو طرف ما شاء الله الطوالة تعاد ما تفرق معي خلاص انا وصلت مرحلة خلاص يلا اسلم طرف وش اخلص اخلص توترت اسمع وش تبغى جايزة انت؟ ابي نجم الجمهور خلاص تم هذه ايش تبغى؟ تعيش نجم الجمهور بلا شك خلاص اقسم نصين دري طق طق خلاص خذ كل واحد خلاص ابغى نجم الجمهور خذ فارس النسخة شوف فارش النشخة عنده أصبر فارش النشخة عنده فارش النشخة عنده النشخة فارش النشخة ما في عندك مبروك فارش علي والله ما أخدعي إذا تقعد تهزع بالطوالة من؟ فارش النشخة إيه الله يهديك أنا الله يهديك تذكر أنا ضربتوني أنا سمحت ضربتوني أمس امسحوا في وجهي والله ما تطورات وامجاد ورواميل باستمرار شهر ايش ايش وش بدايته بالله ذكرني عبد الله بعلمك انا يقول صبر بعلمك انا يقول لا يقول من عدى ابعيد البيتين اللي قلت عند المقطع حسيتك شنار تسمح لي حسيت بشنو؟ شنار اسمح لي؟ حلو الشين يقول يا منافس ربعي بك الدرب ضايق لو تفعل الصعبات ما انت فايز فايز حنا خلقنا ما نهاب الخلايق وعند الملاقة لقبونا جنايز كفو كفوك الطيب أدرك ما انت بصير أعطيك بيت أعطنا بيت يقول انبغوها تحدي وانبغوها منافس وانت حدي عيال نظيم ذاق الهواني كلام قوي ده لازم عندي بيت لو تفعل الصعبات ما انت فايز ما انت حدي عيال نظيم ذاق الهواني الهواني وش صعيبات امسك رجال امسك رجال يا ولد وقت وخر يجي قال كذا الموضوع مهم خلاص اروح لازم عند شله الربع كل واحد عدى بيت اسمع انا بوصل عد شوف عيال نظيم ونعم شبه انا اصبر وانا وياهم وطنا يا ونعم وبيني وبينهم في شيء صاير بيني وبين واز اجل مع الراس على السفير علمهم لا على طالب في شيء في اشياء وقول على شيء الله يطول بعمره ان شاء الله ولد اسمع طلعت الله يطلع اسمع خلاص خمس ايام بس يا ولد خلاص شماش انا
هلا هي شم لا 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 سلام الله بسمي سلام الله عليكم يا القرب يا اخواني يا الغالين من كل اتجاه يا اخواني يا الغالين من كل اتجاه انتم حزامي لا بدا وقت اللزوم والصاحب الطيب يا حي الله نبا والصاحب الطيب يا حي الله نبا اخواني شم فعلهم وقت اللزوم دولا جبال تشبه جبال السرى دولا جبال تشبه جبال السرى قناتكم معروفه بنخبة نجوم الواقع اسمه غير ما يلحق مداه الواقع اسمه غير ما يلحق مداه برنامج مميز وشرفنا عموم تشكر مساعي كل من قاموا على تشكر مساعي كل من قاموا على بسمي سلام الله عليكم يا القروب يا اخواني يا الغالين من كل اتجاه يا اخواني يا الغالين من كل اتجاه انتم حزامي لا بدا وقت اللزوم والصاحب الطيب يا حي الله نبا والصاحب الطيب يا حي الله نبا اخواني شم فعلهم وقت اللزوم دولا جبال تشبه جبال السرى دولا جبال تشبه جبال السرى قناتكم معروفه بنخبة نجوم الواقع اسمه غير ما يلحق مداه الواقع اسمه غير ما يلحق مداه برنامج مميز وشرفنا عموم تشكر مساعي كل من قاموا على تشكر مساعي كل من قاموا على الشرفه دي وسلفتها وسلفت الشرفه دي السلفه دي وسلفتها شباب اخواني يا شامه مني سلام امش تقدير لك واحترام يا وازع عالماد قدمك سلام مني سلام تقدير لك واحترام يا وازع الماد قدمك ابن اخيك اي تعال تعال هزاع ها تعال تعال ابن اخيك جو ما انت برايح نديره ابن اخيك ابن اخيك ما انت برايح نديره ما هو في الروق هزاع العصيمي نكبه عليال الذياب نكبه تعال تعال ركبتونه في تصريح تصريح في تصريح انا صرحت خلاص لا تصرح مسك انت لا تفضل في الجدار تصريح خش علي بن مشعب الان بيعطينا تصريح ناري 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 تفضل استاذ العيال على الصدام جميع ابي فارس نسخ على الصدام الصدام اي هو ببيع بيته طيب واعيده واكرره يا حبيب القلب هزاع ردك على الصدام على الصدام على الصدام هزاع هزاع صورنا وين احنا ما نبي هنا احنا ما نبي فيه مره ما لنا شيء جود انا ولد ابوي هذا ذكر انت كنت فيه اي هذه فيه هنا انا كاتب هذه وش هذا احنا معاكم للأبد. انا معاكم شغل الشيله شغل الشيله حقت هزاع تكفى تكفى يا شفتها العصر ما سمعت والله هلا دا فارس كلمات كنت بها تكفى يا شو اسمه ما ادري والله شو اسمه كنت بها دخوليه مرمى خلود يا السور يلا يلا تعال بنلعب لها خليني نشغلها مشعل تكفى شغل الشيله شله بسمي سلام الله بسمي سلام الله عليكم يا القرب يا اخواني يا الغالين من كل اتجاه يا اخواني يا الغالين من كل اتجاه انتم حزامي لا بدا وقت اللزوم والصاحب الطيب يا حي الله نبا والصاحب الطيب يا حي الله نبا اخواني شم فعلهم وقت اللزوم دولا جبال تشبه جبال السرى دولا جبال تشبه جبال السرى قناتكم معروفه بنخبة نجوم الواقع اسمه غير ما يلحق مداه الواقع اسمه غير ما يلحق مداه برنامج مميز وشرفنا عموم تشكر مساعي كل من قاموا على تشكر مساعي كل من قاموا على بسمي سلام الله عليكم يا القروب يا اخواني يا الغالين من كل اتجاه يا اخواني يا الغالين من كل اتجاه انتم حزامي لا بدا وقت اللزوم والصاحب الطيب يا حي الله نبا
صاحب طيب يا حي الله نبه اخواني شم فعلهم وقت اللزوم دولا جبال تشبه جبال السرى دولا جبال تشبه جبال السرى قناتكم معروفه بمخبت نجوم الواقع اسمه غير ما يلحق مداه الواقع اسمه غير ما يلحق مداه برنامج مميز وشرفنا عموم تشكر مساعي كل من قاموا على تشكر مساعي كل من قاموا على ليه يا السرعه فرزان ديلما زعزع سام الحين احنا الحال طلب الاهل بشت ليه تقيدي بليه طلب ما يصلح لك يا هزاع والله ما يصلح لك اسمعني ايش تزانيه هزاع سام اللهم لك الحمد سرعي انا اوفر زع اللهم لك الحمد هذا ما هذا من هو في ورده وش ورد هزاع خلينا بكمل حوارنا هزاع انظهرت بالطبع بزنس كم 21 طيب هزاع وش اكثر شيء فقدت له هاي القريه صدق صدق والله صدق تبى الصدق ولا تبى الشيء لا والله صدق العيال فقط لا غير غيره ما فقدت شيء ما لا اله الا الله قبل اطلع انا محاكيك والله في ناس اني ما توقعت اني بشتاق لهم ولا توقعت 1% اني بحين قلبي عليه ولا بشتاق له بس يوم طلعت يوه لان خلاص اعطيك من بس اعطيك واحد بس منح ايش بك تقول الجامعه منح الاشري والله العظيم يا هزه اني وش اني يعني عادي وضع يجي يروح لكن يوم طلعت جاني شافه قلت انا ما ابي طبيعيه اعوذ بالله اي والله اعوذ بالله يلا بسم الله الرحمن الرحيم الان في بطاقه صعود السعودي اذكرت فيها لا ما قد جيتها بالمجد والله ما لحقت الفائز معانا في الحصانه هزاع بمعروف الولد لقى لا هذه سوي حقت بن ملحم يلا لا قلت بن ملحم لا شخصيتي اشكر كل من دعم بيض الله وجيهكم من دعمني من ربعي ومن جماهيري بيض الله وجيهكم واقول الوعد النهائي الوعد قل قل حق انا الدولي بيها طيب تلقاها الوعد النهائي وبيض الله يجيكم واشكر رجال الاعمال اشكر رجال الاعمال امي وابوي يا سكنة من وهلي وربعي اشكرهم جزيل الشكر والوعد النهائي يوم يجيهم صوت القطار لا ايه القطار بدي طيب هزاع سام قل لا اله الا الله لا لا غير غير لوكيشن تعال كنا نطبخ عشان يلا عشان المصممين ياخذون لقطات ايه صور يا مصور وي بقلوه وصمم يا مصمم وانشر يا اللي تبى تنشر وتكتك يا متكتك يلا اخذوا راحتكم هزاع سم اذا قلت لك اخر واحد اعطوني بالله السد اللي بنغني اعطونا السد اذا قلت لك اعطني واحد فقط اعطنا السد يا ايوه وستي ما بغن انقطاع المواصل حافظه انقطاع المواصل يا القطاع يا القطاع المواصل يا القريب البعيد من هو اللي مصرح لك تسلط علي انشدك وانتظر منك الجواب الاكيد قبل تحطي ميودد من مستقبلي هل ما قوت السلطان عبد الحكيم عبد الحليم ايوه او معك سول جانا الحكم الفيصلي كيف خليتني عقب الجماعه وحيد كيف نجحتني عن ربعي وعن اهلي الله السلام عليكم سلام اسبوع
صباح النور. هلا خلوا معي انا دمت خلوا اصطدم خلوا انا جاي اليوم ضرب شباب هنا 48 وثلاث ايام بعد مرور 61 يوم يوم صح رجعت صح. 51 يوم صح 51 لا اقل انت طلعت 42 42 ما شاء الله حافظ متى طال اليوم 93 ناقص 93 42 51 51 جوعان كنت جوعان متى ذا متى والله جوعاني ليه ما جبتنا معك عيشه أبروح نجيب لنا شاهي شاهي نبي شاهي اسمع اسمع ما فهمت كفايه الشاهي ليه هذا اللي جبناه ذاك اليوم متى هذا اللي اعطناه الرجال اعطوني لا لا هلا يا هي هي نبي يا ذي يا خلع عصري مو بحلو يا رجال شمالك يا حمار شمالك اوه حلو بطاريه بطاريه طبعا انت فتحية وارده غمضية وارده وين دوم يا عيال اكواب نجيب ما ادري والله الا عام اكواب 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 مسايله ما نجيب مسايله انا ندومي ما تسوي ندومي الله يديم الفضل والنعمه فيه تكفى يا هزاع اعطوني صدى بغني هزاع اعطوني صدى او شيخ انا اعطوني صدى لين اغني وبعدين اعطوني بالله صدى تغني انت بسمع انا اغني انا ما اطول يلا غن غن دقيقه لين ادور اللحن ان جاتنا لا ان جاتنا ك لا يلا ابغى كواب يلا إيه؟ لا تجعل كلم 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 عندها لحاجة هزاع عندي وانا مالي ورن ذل حاجة الاجل جيت عقد حجاجة والكف ودايم اسفل حجاجة الطيب غرزة والتطبع سماجة ولا يستوي فالرجل طيب وسماجة أخطر مرافة الطب يوجد علاجة غير الحسد فالناس صعب علاجة أعطونا فناجيل فناجيل أكواب أكواب, أكواب خلاص يا المبدول يا المريض يا المسبوح وجعانا أبغاني خلاص المسبوح من هو أنا؟ هلا فرزان فرزان نواف نواف انا جبت ابوه واضح انا ماذا الريلت يا عاد ايه قام كم ما خرجتوني اغني بد يا ابو فكري ابو فكري هب لنا اكواب هب لنا اكواب كبار هل تصدقون انها ثلاث ايام وينتهي كل شيء الله ولد انا عندي اعتراض يا ابو مسفر وشو هم قالوا برنامج 99 يوم والحفله يوميه هم الحين خلوا برنامج 97 يوم والحفله يوميه 98 باقي لنا يومين عندهم ضاحم انطلب في هذا اليومين يمكن تنجم في اليومين هذه يمكن يجيك حدث فيها صح يمكن تنجم كنت إيه. انت الى الان ما جيت تنجم لا بس يا اخوي زياده خير خير كلكم نجوم يا ابو مسفر احنا نطالب مدونا هذا اليومين وان كان ودهم سواد برنامج الدبة انا صدق ما ودي اطلع من البرنامج ما ابغى فرقكم يا اخوياي يا ابن انت روح لا جاي ندبر نطلع هذا الله اللي يصبر ولا يجي الله يصبرنا صدق يا اخي 98 يوم 98 يوم برنامج حبيبي 98 الله تعال انزل ابغى يومين هذه ابغاها انا من حقي يا اخي طالبها من حقي طالب الكليب ابن فرزان جاكم في قريه عالميه يبغى 100 يوم ولد ابن فرزان وصل ديره اللي دي دي ديره نروح ديره تراني ما اعرف الالوف جزيك هو تبجي امان امان حر الليله الزابله يلا وش كيف اجيت بنقل بنها انت وينكم صدق مدخلك وخذها كالشغاله يا اخوي هو غبي او ما يبي نفسه بالعكس يا اخوي انا بتجون بكره تعاونوا بعد المغرب ولا بعد العشاء انا توني قاعد وش رايك في دخولي؟ دخولي توازع عزه حلوه كان وقتها مناسب ابن حاج لا اله الا الله قل لا اله الا الله انا متعمد انهم يدخلوني بس هذا الشارع قبل هو لي ونكمل يا ولد ابغاك تموت هناك والله ليش السبت انك تدخل تكون زياده وقت الساعه الحين الساعه لا قال لا المفروض الجاي بكره بس بكره بيجون واجد بيجي بندر بيجي لا تصرح لا يصرح لكن جد قريب مني بيجي هذا اي وقت تحت البه
ابي اجي ناطر يا ولد تعطونا اكواب اعداد ولا شربت فيدي تفضل احنا 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 ثلاثة وتسعين وكذا تفصل ما فراق لوا يا ابو فكري يا ولد يبي يجيب هالتبع ابو كثير احسه بيخبر النسخ ابو فكري ابو فكري كاسات بالله فناجيل ايه رجال ما شاء الله عليك ابو فكوري عطنا الله يرضى عليك انت ايش كم سويت شاي شاي ايش كم سويت هب لنا كواب يا راشد راشد تعال هنا هزاء يخصوا عليك ايه ها لا احنا نصرك انت تبعني اسمع ابو منصور خصم عليك ترى يقول استبعاد ايوه انا محطه الجو وكذا والله استبعاد 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 طلع فيهم يروح لك ابراهيم ما تعاينك ما تعاينك يا رجل تصورنا تيك تيك نو وفكري عطنا مه مه ذل مه ويش مه ذل مه خلك في البث خلك في البث يلا انا ماني بترك البث اصلا مره ماني بتركب ايوه اعطوني السد يلا ابى اعيد اليوم يلا لا تجعل الانذال حاجه عندي وانا مالي ورا النذل حاجه اللاش لا جيته يعقد حجاجه والكف ودايم مسفل حجاجه يا ولد الطيب غرزه والتطبع اسولك معي اسولك معي ولا يستوي فالرجل طيب وسماجه اخطر مرض فالطب يوجد علاجه غير الحسد فالناس صعب علاجه سلامتكم الخالد بن معيور ونعم ونعم مالك جود اسمع اسمع سم 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 بوسه بين الصحن والكوسه سم ولد في جبنه سائله جبنه سائله ليه؟ ابغى اسوي سندوتش وش كاينك لو تسوي سندوتش في بيض حلوه نبي نطبخ نبي نتربت والله حد دقيقه سويت الشاي؟ لا كنسل هذه خليها اخر شيء كور تعال ساعدني وش تبغى؟ أباك تخاويني وش بساعد؟ كفو وين تبغى نروح؟ عطنا البيض كم تبى بيضة؟ يلا نبي نطبخ أمي اليوم بغيت نشتغل في رمضان يلا كم تبى بيضة؟ فيني طاقة طبخ وجوع كلها جبت لك أربعة ما تكفت هذه تكفينا إياك يجي واحد يشارك فيني إذا أحط 45 حبة بيضة نواف تاكل معنا؟ بيض يلا شفت علمتك إن العيال ما يردون شيء ما شاء الله زين لو صح الله لا يبارك فيك وش مالك؟ وش مالك؟ يا ولد الطيب المريض يا ولد انت مخبرين المايك اللي في جيبي وش مالك؟ مايك انا في جيبي كسرها انت ولا قاعد يا المريض يا الوجع هزوعي وش مالك؟ طبعا نحط البيض حطينا الزيت وبعدين البيض كم يقلي دقيقة؟ يلا هذا تقريبا ما بس اول شيء خلنا صح انا اصلا خالي هنا خالي عليار يقول بنت ابراهيم دير الصدق والله العظيم خالي عليار انطبوا الزبالة شفت تصرفاتي خالي جز كاين خالص كاينه هذا ما بيض هذا باض 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 في قوطه انا بنحط دقيقه ايش اللي باض باض احنا نقول باض 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 انت تشوفنا باض باض في ذمتك والله ها ايش تقول كذا انا بنحط ايش انا ما اعرف قوطه ايش معناها ولا ذي يا جماعه كبسه والله يضبط والله يضبط حط بزار حط بزار انت تشوفنا باض الحين ايش نسميه جيب ملعقه حط بزار 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 ولد 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 انتم ما مرض خفيكم يا البرايم انتم قعدتوا جبت لكم انا اجيب لك هذه هزوعي سم ارمي الزباله ذي شغال عند الى هنا سيداتي سادتي دقيقه يا خالي انت اخي خلصت الباب لا دقيقه اصبر نفسك خليني احطه كله اصبر مو بالحين انطوا الحين الزباله انطوا الزباله يلا النظافه من الايمان اي والله اني احب النظافه يا اخوك النظافه اجل احنا ما نحب النظافه مو وسخ حطيني عادي اطبخ ذا الوسخ شوف لا مو تحب النظافه بس ها يلا هي وسخك يلا هي يقطعك يلا هي يا اخوي الحين ايش مالك يلا هي وسخك يعطيك حق حيب زعر يلا وجع لا يا ناهي يلا يلا لا لا اصبر اصبر دقيقه ما قبل اصبر لا خله يطبخ يا هزع تكفى اصبر تبي تابس هزوعي يلا لا تقول لي هزوعي ليه هزوعي الهزعي الهزعي ويله يا ولد
هذه اسمه الدلع علمك من جايبه لي؟ ايه اتحداك من امك محمد منصور. الله يستر عليك ابو الله يستر عليك. وش ابنا اي هالعصا صد؟ اي والله صد. توقع تخيل اني صاحب قرار. لو جيت صاحب قرار اوش اول محرم محمد بن ملحم من الحصانة. تعال 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 هزي تعال سم سم زمان زمان تعال يسار ولا اليمين؟ اه تعال منها. زمان زمان كنت على قدك كنت مشارك في برنامج اسمع السؤال يا اخوي. لا طيب كمل خلاص ما بسولف. اي خل 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 على قدك لا يجي علوم يا بن فرجان. يا اخوي انا قاعد اقول فيك يا اخي انت تدري انك اكبر مني بالثلاث سنين؟ يا اخوي صل على النبي. انا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اكبر منك بسنه افهم منك اكبر منك اكبر منك بيوم افهم منك بكم؟ بسنه. ها خلاص افهم السالفه انا ذاك. ها كم؟ انا في اليوم يجيني 1000 موقف. طيب. فيوم كنت في عمرك كنت مسجل في برنامج في قناه الواقع برنامج ميز ثلاثه. طيب. كان معي 23 نجم. طيب. وقال لهم اخوان شمام. ايوه. وكان احد منهم اسمه هزاع. طيب. وكان يقول لي هزاع لا تدلعني للهزعي. قلت يا اخي ما يصلح عليك الهزعي انا بسميك هزوعي. قال لا. المشكلة ان الرجل هذا طيب وحبوب، لكن اذا صدمت بحاجة قال انت مريض؟ انت وجعان؟ ايوه مبدور انت شفت؟ الله الله، واذا عصب ايه؟ يجيك هري ولا يمشي نصين، جسمه يمين والثاني حوضي عندي مشكلة في الحوض هذه خلقت انت مثل التايلة مديول ايه؟ باقي نص برا لا لا اسكت الله ياخذ عقلك ليه؟ طبخ هذا ملحت؟ ايه؟ ملحت البيض الله ياخذ عقلك صدق ليه؟ بس يا المبديل اح اح يا المريض شوف المريض صدق وين اطبخ النار وين وانا مبيع من اول اقول ليش يدي تحترق هذه بلاوي بلا بهالعب وانا من اول اقول يدي تحترق الله لا يا بلال واقول مش كدري ايش يدي احترقت وين مطبخ الله لا يا بلال اثر النار على يدي اطبخ الله ياخذ عقله سواليف شوف هذا دليل يا الهزعي اني إيه؟ اذا شفتك اضيع الله يطول عمرك الضياء يعني اهبال ها اهبال انا هنا الى أنا هنا ادري كم كنت اتمنى ان اكون هنا ذات يوم يو وكنت هنا يقول يا صاحبي عانك وعانك وعانك عانك عانك هنا وعانك هنا وعانك هنيا ثريا ثلاث والله انها مكانك عيوني الثنتين والقلب ذيا كل ما تهلا لا قلتها من لسانك حسبك ما تهيا ما تهيا ما تهيا هاي هذه من هذه المصلح من عياد الحارثي ما تعرفه صح؟ لا مصلح العياد ما تعرفه؟ لا يذمتك؟ انت مريض مريض؟ احطك على حمل ما حمل ما حمل ما خلاص 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 يلا شغله السخانه ايوه يا نوافي كيف اشغلها ما اعرف اشغلها تي ها اضغط لي تحت ايوه ايوه وسكين سكين اشتغلت اي عنها تفور كوت 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 ولعت ازرق دقيق انا مطفيها الله ياخذ عقلي الله ياخذ عقلي مريض وجعان نووفي تعال نو 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 حط ثلاث اكواب لا 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 انا في نسكافيه العان عان يا المريض هبوا الاثنين مسوين نفس ما سووا معاهم ولا يغش الرجال لا قاويها يا لا لا لي لا 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 ما في نبتل والله يا رجيم كنا بيض باض باض والله كنا باض لا 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 ما فرق الوادي يا ولد يا حضر يا حضر تتزوجني بس الى هنا ولا هوا يا هزاع الحين من الحين حمد سلمى يا هزاع يا هزاع نهاية دفاق ايه رحيم ايه كنا رحيم باشر ايه والله باشر ايه هو لا يعفو هو ولا وطيب مرة رايح البث ولا ايه انا مجهز منك البث رايح ولا باز لا لسه انت بتسوي شاي انت حليب حليب وين الحليب تعال هنا هزوعي تبغى نسكافيه معي لا لا شاي حط لي ها لا تبغى حليب ولا شاي لا لا ليا شاي طيب طبعا انا مقدم هنا الحين يا اخي سالني ايش تبغى انت اقيمكم والله اخذ ايش تبغى شاي كذا ساده ما في لبتن ما في لبتن حط لي مثلك أنا ذي بسم الله أشكرك سولي أنا مقدم عندكم طبعا اللي ما النظافة أهم شيء النظافة اللي ما ينظف صح ما يأخذ النقاط كاملة يلا يلا أنت المبدو يلا إيه؟ يا مبدو الله يأخذ عقلك
مشاهدينا الكرام اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله. لا عيد مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قدم تقاطع اصوات ياخذها كاش ويكم خذها كاش ما في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام اينما كنتم اسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير من فقرتنا معتاده في كل يوم ما عدا الجمعه فقره مقادير اليوم معنا النجوم نواف فرجان ونواف الروقي عندهم اطباق يختارون الطبق اللي يبغونه طبعا وكل واحد اقطع مخس الله يقطع يا المريض يا مجعان يا فقرة مقادير ما أنا مقدمها مريضا والله يا كبدي والله بروح أبدو لي ما هنا وأقعد وأبتي والله لا وأسحب عليك والله بروح أبتي أبتي مريض يا أستاذ هزة ولد ويندي أنا سؤال الشهداء اللي فوق شنو الشهداء تعال جبتها هذا أخوان شام ما يروح على الشهداء صور الشهداء أنا فوق أنا كلنا معه لا إله إلا الله إحنا ما خليتوني أقدم دقيقة أنت ما تأخذ درجات كاملة ها؟ طبعاً أخذت الصلاة نقول يلا يا واد الصلاة نقول ألو السلام عليكم أستاك الله بالخير عطني هذا ملعقة عطني ملعقة عان باقي هناك وش طبخت أنت لنا يا أبو؟ طبخت لك يا هزوعي يا شاهي وبيض وخبز وإذا تقيم لن تأكل ألف نقطة لا غير تقيم كل شيء لنا نواف فرزاء طب بس انا اسمع انا بدي اجرب عشان تحكوا عشان المشاهدين يلا طبعا هذا علم السعد طيب اثلي هذا طيب الفري وثلي هذا واعطني يلا تعال 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 طبعا جاك سحبه ولا من هاشتاج والله ممن من غند شكرا لك يا غند لا لا يعطيك العافيه لا لا من سارة مطيري طبعا نواف الرقي جاه من سارة مطيري يا بني اقول سارة مطيري جاه سارة مطيري من نواف فرزاء 100 نقطة تعال 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 قيم لك الحين تعال الشيخ 500 نقطة يا عندك عندك عشور نرقص ها اشكرهم والله اشكرهم اعطوني ناس مثل هذول يطبخون كل يوم عندي هنا يا ابي وين البعض في شيء فاقده انا وش برجر كينج كينج جانا اليوم راح وين البعض وين اجيك منه تعال يا حبيبي الهزعي تعال الهزعي اعطوني وانا ما تقول لي تعال تعال انا انت لانك معي انا الكاميرا هذه الهزعي والله لا اكل اسحب عليك قال ما يعطيني كاميرتي هذه ولا كاميرتي عندكم هنا؟ ماني مجاز يا ربع كلهم معنون الصوت تعال هني واحد هني بجمع بجمع الكاميرا هذي؟ ايه نزلوا هنا ندري خليني بكل دفع جو ابو انا عايق شاب ولا تدوم ولا خلونا نبأ ذوق البعض وقيم عاني مهني عاني الشهرية فلم 500 قطعة طيتي خلوكم معنا مقدم التواضع يأكل معكم سلام عليكم خلوني أقعد على شدادي خلينا بعدنا عشان ما تشوف الدرجات يا المبدوء اعطني خبز الخبز طبعا مهم من عندكم ماني معطيك على شيء جايبينه حنا بالتالي انا بس بذوق ذواقه انا بتاكل معنا بسم الله الرحمن الرحيم وي قول بذواقه ما ماكل الصحن كله اعرفه اعرفه خبز جديد هذا اللي يقول انا متعشي بس ما اقنق والله ما من جوع ألف نقطه على اعطني وفرزان ألف نقطه على الطبخ على الطبخ وجاه 200 من هاشتاج 100 من من غند خلوني ابا اكل هذه مين من زهراء ومية من سارها مطيري زهراء اسكت الله ياخذ عقلك صفر 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 هو لا تجيني ولا تطبخ عندي مره وش طبخت حليب ما جبت لي حتى حليب روح اسوي حليب ما اشرك الشاي الشاي ولد انت انا برا خلينا من 10 انا ما خلينا نقال كم قيمه من 10 الشاي والبيض 10 من 10 اربي يعني اللي جوالي يسميه نواف تدري من محبتك اني بسمي ولدي على اسمك؟ نواف ابن هزاع يقول ابن هزاع جاكم واسلف ذا اللي مثل خاله لا اله الا الله كم سوقه في القريه؟ ها؟ كم اشتياقه في القريه؟ القريه مو لا اخوانك والله زيرو القريه؟ والله زيرو ايش يقول؟ ولا اخوان شاء الله والله مليون 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 ودي هزاع كم الشيء القريه ما قلت اخوان شام القريه والله شوف اما القريه مثل البيوت الباقيه مثل الامور الباقيه اللي برا احسب سعود عماره مثل شو اسمه احسب عماره الدار سعود اهلها لا لا انا قلت احسب 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 اعطني الخبز حطوه في الدار سعود اهلها مثل عماره سعود لا 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 اكلش هلعب فيها يا ويلي يا ويلي اعطوني صدق مقدم يحق لي ما يحق لغيري
اسكت يا نواف فرجان ترى. لا قال مبدو شفت النقاط. مع السلامة. يا مرحبا يا هزاع بن معيوة. مشرف سعادك. ترحيب تم من الطائف للرياض. للرياض. ترحيب تم ما كانها الأجبال طويق. إيه. وأنت يا هزاع واللي مثلك وشرواك. آه. نحد حزام جنبه ونفتخر بجنبه. جنبه. وأنت يا هزاع يا بن معيوة وأنت يا هزاع. إيش يقول؟ يا بن معيوة. إيش آخر شيء طلعت نسيته؟ نفتخر به ونعتبر حزام جنبنا. وانت يا نواف ابن فالح اعطني الخبز. مرحبا اعداد ما سرت وجيت. اي بالله مرحبا ترحيب تم ما كانها المملكه برج الفيصليه. يا نواف ابن فالح علمنا ليه ما علمت انك بتجينا عشان ما نرقد يكون انتظرناك شو ندخولي. تبي تعطيني قرص ولا اضرب عزم قرص مع بيض اتفهمك يا اكل هلا الحركات الضحكه هذه هذه ضحكتي شاب طموح انا ما يعني تبغاني تسنع يعني تبغاني اقول ايه ايش قال من يقول لا تبغاني قال هذه ضحكتي انا ما تسنع انت وري اجعان خل المريض وزكير الحين كلكم عتبان صح؟ صح ليش لهجة تختلف؟ لا ما في شيء والله ما ادري عن ايش لا يا جماعه تختلف بالعكس شركتك شركة يختلفون في الكلام افضل شركة شركة اتحدى امانه اركه دركه دركه خلاص اركه انا عم الجوده كلوا بيه عم الجوده لا عنا كل في اسم الله ولا ترى الغايبه والله العظيم التجي يجي اكرم 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 امشي لا تعال اقعد هذه خليها تحت البس فين هو فروا ولد انا تعرف والله بيعهم بيوتهم والله خلاص عشان اللهجه هذه اسكت انت ولد انت بريد اسكت اسكت انت وياه في رحلة بس بكرة كويت أخذكم معي ولا خليكم أنا علي كويت بقر والله أنا برنامج هذا إنه مبروك لبان دولا قليج خصونا علي سفرنا والله جزان ما قطبتها حياتي جزان رحت كيفة ما رحت جزان نفسها أنا ما رحت نوف فرزان بعدين قلنا نقص هذا فرزان سريري أنا سرير علي سريري نوف فرزان يقول إيش كنا نفكر إن شاء الله أنا فرزان أنا أول دولة والله العظيم اول دوله بسافر قطر والله لا سافر قطر بعدين اسافر معكم اي مكان يعني هو شنو بقطر نروح برا لازم قطر قبلكم والله العظيم اسافر قطر سبحان الله سبحان الله جات سفره قطر بارد مبرده معي حظي ولا دفع ريال واحد قولوا ما شاء الله ما شاء الله انا ما يدافع وراح العمان بعدها باسبوع على العمان الله. ما شاء الله بعدها بسرعه جيزان جيزان بعدها بسرعه بطل عندنا ما شاء الله تبارك ياك انتظر اسبوع انتظر اسبوع بعد قليل يمكن بعد اسبوع تموت يمكن بعد اسبوعينك تقول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ربع يقول ما شاء الله راح يقطر يقول ما شاء الله اي قول ما شاء الله ترى حظي ما يصلك معي الا مره يا اعلمك حاجه انا حظي كان حلو حلو زي جمال وجهك والله ما اكذب عليك يا ولد ما اروح مكان لو ربي يسر معي يا ام جام قم ثلاث سنوات وحظي يطيح اسوي حليب ينكب حليب اشرب مويه شو تلخبطت معي الدنيا ما ادري من اعطاني عين في حظي كيف اسخاف على حظي انا اللي الحين حظك مدحدر لو انحضر العلم كان حظك مدحدر ما كنت عرفت علي هذا يدق ان حظك حلو وين غادرنا جسدا من سمع منكم روحه باقيه الحمد لله انا ما قال وديعا من غادرنا جسدا روح ستظل باقيه هزيع حتى اسم ابوي ما جابه ايه انت اسمك فرون هزاب معي وهزاع العصيمي هزاب معي طيب يوم قالها من كان معك من كان جنبك مسفري عبد العزيز مسفر طيب كنت متوقع انك انت ولا مسفر لا والله كنت مسفر ميفل مي ما جاء في بالك واحد مهم مره يوم اصلا يوم قال هزيع صدمة على طول قلت ما كان كنت متاكد ان عزيز مسفر ميفل مي عبد العزيز مسفر اللي بيطلع لان انا مجاوب وعاد انقاطي يا اخي ما بعرف اسئله ثم يا ترى ياخذ من اسئله 20% يا اخي نوف علماني جاوب اربع اسئله ونقاط 2000 ومدري كم ومدري من ولا دخلهم بعد ايوه ومدري من اللي كان اقل واحد في معه
بس نواف خصم الخفي نواف يعلم نواف ريالتي ما انزل ريالتي خصم الخفي نواف انا جالس النية واكتب معه ما في ريالتي من اي جاء علي انت شايفه خرجني علي خلي يسوي ابراهيم ما حول جبريل صوروا 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 ارعب ارعب مطيح مطيح الكاميرا مرهوين والله صراحه يا مرحبا يا سلام ايش يدير يا مرحبا ايش قاموا العيال قاموا ها قاموا ولا يا مدري والله ايش حالك صار طيب طيب لونك كيف الحال الله يعافيك طيب شدنا تعطي ما بي ما بي والله والله ما بي والله خلاص بجي بجي انا كل ايش حالك شلونك دقايق وانا عندي علي الشمراني خوينا علي نواف الروقي طلع معقوله والله اللي ما راح عرفت رجال هذا اخوانا طيب طيب شلونك يعافيك شو الاخبار عرفت رجال اللي جابنا بينه مع محمد منصور علم ويحسبوا الناس ان احنا ظلمناه هذا هو يا والله اللي مرحبا انا قام يفتح يا فتح يا رجال فتح ايش ما اضيق الا من ربي انا واحد كذاب ما اضيق 90 يوم انت خايف ايش حالك عارف دخان كسل انا ارحب ايش اللي عليك شلونك شك طيب ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك في وجهك ما شاء الله نور يا رجال فين نور 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 قبل شوي سولف انا عبر نجي اللي في الحين دقيقه قبل شوي سولف انا وهزع ومن نوى ومن واجه حد لي ضايق وفي ظلام أهالي. وفي ظلام سبحان الله قلت كذا لان في نور جاني من وراء يا حبيبي سيماهم في وجههم والله تشبدك الو لقم الرجال لقم الرجال لقم الرجال حق زعس حبايبي ما قيم الطبخ من العيال والله اللي في تدريب واللي في النماص واللي في بيشه هنا اصلا يحد برا في معلم يا اخوي فقرة اني قلت من النوم جيعان قالوا شباب نبغى كبسه قلت راح تزمو كبسه خمسه وش ذا كبسه خمسه قلت اجلسوا خلكم جالسين خلكم جالسين هنا الحين السؤال راح اسوي لهم البيض وحليب ذي نسوي الكبسه مرح ايش سؤالك يا ساقم ساعة انا ترى من كثر ما حطيت ساعات في يدي صارت يدي تعرف الساعة الساعة 2:24 دقيقة هزاع ساعة كم جوالك معك عطنا شوف الساعه كم هو يا جوال قلت والله مي جوال ايه كيف الحياه الشنيه برا وكيف رد يقول ما اشتقت 1% تقول لي الحياه الشنيه يقول ما اشتقت 1% للقريه هاخذ لك صح صح قلت ما اشتقت الواحد ولا واحد بيك غير واحد غير واحد غير واحد اشتقت له بس هو ايش يا حب عادي يا رجال لا تصدق ما اشتقت يكفيك ان الهزعي اشتاق تقابله والله اشتقت لك ولا اشتقت لك الزرق جاني معده توني مقبعك في عماك ليش تعقلك يا يمه جيت من عند العيال عندهم احد انا جاي من قرقود في المسجد هو في المسجد قرقود كل ما قلت بغيت تقوم ما انا قلت غارس وعبيد خلينا لين بعد حلقه من خل العرب يرقدوا لين بعد حلقه خل العرب يرقدوا لين حلقه بعد حلقه من احد والله حلقه يا الهزعي والله ناري حلقه من احد كنت والله مخطط وينها بدت بيبدأ الحين أيوه. طفى النور خلاص انت ترى انت والله هذه ما بيني وبينك سرقوا فكرتنا شوف دايم احنا نبدا انا والله هذه ما هب زين هذه فكرتنا انا وعلي وبالاصح فكرتي انا حلو لكن الضيف كان علي سلام الصوت ربك عاد تبي تبدا خلاص حظ انا بخ شاعر القمه خذها كاش من فكرت من ناحيه ما تهنينا بالبث كان قاعد تروح باخذ القمع من مع هذاك كليب محمد مصري صوره عادي بو معي وضحت بكره ناخذ شاليه واجيب قناه فيها بث واحد يسيك على منصور روح محمد منصور لا عادي برا القناه راح صح ما شغله النادي دقيقه يا مريض انا مقدم عندك لا لا الله يقطعك او انا اتغسل الواقع لا خلود يا علاوي شغلونا التلفزيون شغلونا الشاشات ها علم وش سطوا يا سطوا سط يا سط سط علم وش والله طفى النور حظي معي مال هذا الحط والشيل سبحان الله الحياه لك يبغى لها نسبت لك وانت غامر في الزمن جوده وشح غامر لا تفكر في الزمن جوده وشح بس تكفى لا يصيبك قلدين وقلطع له وتقل لو تمر لو تمر بقول النوم وقول المال وقول الصح يلا روح مين يلا نسير على جاراتنا بسرعه
ايش مالك؟ ايش مالك؟ انت غادي؟ اخ في فقرتنا بكره؟ اروح في فقرتنا بكره؟ حقت ذي رجع يقول خلينا في النهاية اعطيها لكم. ما ادري نتكلم نشوف اذا في النهاية ترى ما عندكم وقت. اليوم واحدة بس والله في النهاية عندكم فقرة؟ قصور سفير الاخلاق صار شغل يا اخي. كان صورته هنا ولد قال سفير الاخلاق قال سفير الاخلاق متاكد؟ هل بس يقطع انقلب متاكد؟ بدت الفقره علي حظي معي انا على الحظ يقول لي انا مركز على اهدافي اشغل انا على سفير الاخلاق يقول انا مركز اصور لك سفير الاخلاق ها يعني معك جوال سلطان في القمه الا وسمحوا لنا الاداره يعني شوف هم سمحوا لنا لشعل القمه حلو رحت انا وما يا ولد الله الوقت راح بيض الله وجيه والمسجد والله لو كنا بندي الحين نلعب خش محبه ولا ادري اسمع لو جاتنا مسفل ولا لا انا بقيت هناك اسوي شغلتي ابو فريزه بس بس يروح بروح ابد بقيت جاكم وطلعك ابد من بيجيكم عينكم ابد ولا انتم فرقود يا ولد انتم اللي راح تصورون مع الصبح صبح ولا انتم اللي رقدتوا عشان تسجدون البث خلاص سهرانين كانكم كنا وش يا لا لا والله انا عارف ايش بتقول والله ما العجوز اللي انت ما خلك انا عجايز عجوز اللي انت يلا روح سلطان ابغى اقول كن فاس والله سلطان ارواح يا عيال عليهمك يا ابو فرزاء روح نفس الله يصدق يلا يلا جاي ما ادري ايش علمك يا علانا يا خالد البس عليه ورا الروح ولا راح لا لا والله صدى البس علانا عطني صدى صدى عطني صدى ولا البس ترى بنتي عندي شويه وش من نروح سوى يا جاي عندي مناحي اذا باقي عندي البس عطني صدى ولا راح مناحي خالد شوف عندنا روح روح باقي عندنا البس عندنا طيب كاميرتي هذه ايه اعطوني الكاميرا يا هزاع يا ابن معي خليني اختم خلينا نتحاور هناك محاوره نواف بن فارجان انا ما انت تبا فوزان اسمع ما انت تراجي ما انت ترى ريزان صافي على صافي ها تردد ما عندي ضرب شباب انا اخم وافلي اسمع سام انا ما عمري لعبت محاوره الا يوم كتبتها في باسم المطيري يوم جابني متخرج جابني مشكله اي هاك انها كتبت فيها محاورة. اول مره كتبت محاوره قلت يا لا 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 يا باسم لا للمراجل والكرام وانت من رؤوس حمران النواظر اهل تاريخ وشيام يا سلام بيض الله وجهك وجعل ربي يمنعك من العدام ولعوها نار والنار من شبابا يا وجه الله يا وجه الله بيض الله وجه باسم عدها مال المخايل بيض الله وجه باسم عدها مال المخايل والله انه ينصر والله انه يحفظ الاسلام ويعز الحكومة والله انه مالك مقطوع قبل شوي الاداره اعطونا جوالات حلو طيب وعدنا نسوي صورنا احنا الله يسامحه ويحسبوننا مهربين جوالات لا الوضع هم يقولون احنا مهربين جوالات قلنا يوم شعل القمه اعطونا يبون نغطي ايه يبون نغطي قلنا شعل القمه ما بنغطيه بنروح نرقد وتكل على جوالات شوي ورقدنا تونا صحينا هذا موضوع كامل وحنا ترى ما حضرنا شعل القمه ما كان معنا ثياب لما كان العيال ما كان معهم ثياب وهذا مبدا وانا قلت ما اقدر احضر من دون نواف انا كذا صور يا مصور لا بعدين وش دقيقه صور يا مصور بعدين صمم يا مصمم وتكتك يا متكتك وانشر يا اللي تبى تنشر لا بعدين وش اسمعني هذه تجي تنشر على من ظهر صاحين يعني شعر القمه يعتبر عندنا بريك بيضه لوجيه ما قصر رقدنا وانا رقدنا في وقتهم لان ما في ريالات وانا عندنا الحين الحبة على الخشم وحبة على الرأس بعيد الله وجهه وجهه يغطي عن اللقلة وين تروحوا؟ خالي تعال انت معنا سلطان؟ ايه يلا انت وين تروح؟ تروح معهم بقعد معك ابو ابا الهزعي خليك انا الهزعي اسمعوا الهزعي
انا وهذا نبي نسوي ننتظركم نبي نسوي ثنائيه جديده ردنا علمت من لك خلاص راح توفي لك توفي لك انا اسحب لك قص قص حبال علي من التوكس التوكس لن تفرق بين التوكس انت تدري تدري التوكس ايه التوكس جاك بعمل يكسر الدنيا اجيبكم بكره انت صاحب مكسر انا سوينا لك توفي لك مو في مشكله لا لا سوينا عمل يا صالح مكسر دشنا اسم جديد انا ونواف فرزان توفي لك لا لا تعرف انا انا تعرف اسمه هزاع توفي لك انا افكك منه والله والله لفتتكم هزاع تعرف تك فيصل توفي لك التوكس ما يسمع واحد اسمع توفي لك اثنين بس التوكس ما يسمع واحد لا اثنين التوكس ما يسمع واحد انا فصلت اني كيف هزاع هزاع سوداني هزاع تعرف تعرف البالونه هذيك البالونه هذيك اللي تجي في افتتاح المحلات اي انا ما صورتها والله يقطع والله حبيبي هزاع بعد معزوم ينت احبك بعد غنى جدك بعد حمير يلا روح الله يقطع شوف ناخذ دور حمير المصري حقنا لوكيشن وانا اجدد الماضي وانا اجدد كم العهد قوم خلونا نبدا من المسرح ولا من هنا لا لا من يمين درب الغانمي الغانمين الغانمين هزاع اسمع انت سألني في سؤال انا بسأل سؤال حبيبي هزاع بن ما الذي حصل لك في هذا المكان شيء لن تنساه شيء لن تنساه يوم اجيت ابراهيم لا يوم دخلت مع الستة هنا مع سعود الجوزي هذه اللي اوه يوم صفوكم هنا ما انساها هذه هذه هذا الشيء ما تنساه هنا هذه ما انساها اعاضك الله بما فات وعاضك الله بما اتى وسامح الله فيما فات اللهم امين يا انت اسالني هنا اسال ماذا حدث لك هنا ايها الفتى موقف ما انساه ما تنساه ابدا كنت جالس هنا طيب في بزنس 63 طيب ووقتها ما قد دخلت لا برايم ولا ديلما ها انا الحين في محور راح ما نور بس ما عندك مالك يلا تعال تعال هزاع تعال ما يحس عيار عيار انا هنا على البث يلا روح روح ما يحس عيار اقول بقعد هنا على البث يلا يلا الله يقطعك اتوي ابارك تعال الحين هلا ها بعلم يلا في مصيبه الضعيف وش العلم تكفى يا رجال تعال يا رجال تعال ما عاد مثل اول تعال يا رجال ها وش اللي